الرابع الحساني وسميتو عندي تسعة وعشرين وعندي خمسة الوليدات دوينا على الوليدات ديالك شحال في العمر ديالهم عنده عند خويا عند بنيه عند سبع سنين وبنيه عندها ودار عنده سبع سنين و12 عام وسميتو الدريه عندي لا عندها عام وش وشهرين الاب ديال الوليدات <applause> خويا ما كيجي عندي ما والو من نهار ولدت معاه ودكشي ما بقاش كنشوفه بيه ولا. لا خويا يعني ما مزوجة ما والو كيقولي اليوم غدا تزوج اليوم غدا اليوم غدا ما تزوج ما والو من ولات تسال داك الشيء مابقاش كيشوفني ما والو من الولد الاولى ما عرفتيش بلي كيكذب عليك ولا ما عرفتش حيت كنت انا كنمشي معاه وداك كان كاري ليا فواحد الدار وداك كان كيقول لي صافي غنتزوج بك هادي هادي صافي مابقاش كنشوفو كيخلص ليا الكرا صافي غبر عليا السيد مابقاش كيجي عندي من كنت كنعيط له داكشي في التليفون كيقول لي صافي منك ليهم انا صافي اللي عليا درتوها صافي منك لولادك ما انا ما عندي لا ولاد لا والو كصيفطيهم ليا واخا من الاول كي من النهار اللي جيتي لكازا انت جيتي للدار البيضاء جيت صغير خويا كتخدم مع شي ناس في باشكو جيت فيلات كنت خدمت تما شحال ورا نخرج من عندهم مشيت عند عمتي في سيدي مومن صافي بقيت من الدار للدار من الدار للدار كنجي وقت صافي تلقيت مع هاد ولد الناس هذا ولا نحمل معاه, ما نحملت معاه في <applause> من حملت معاه ما قديتش صافي وكنت شاد وليداتي حدايا لا ما نقدش ما قدش اخويا نمشي لدارنا لا عندي مشكل مع با ندير مع با ندخل ندخل خمسه وليدات نمشي مع با ما يمكنش ليا كيقولوا رجعت رجعتي ولا شي حاجه وانت والده كنا كنتي مزوجه ولا شي حاجه ما يبقاش فينا الحال صاب الدور يبقى فيهم الحال داك الشيء ما يمشي نهز خمسه وليدات نمشي عند با نمشي ندير عند با كيقولوا لنا جيتي غنقتلك ما كيبقاش كنعيط ليه صافي من ديك الساعه كنت كنعيط ليه وكنت كنسول عليه كيفاش <applause> دايره <applause> مع المصروف ديال الخمسه ديال الدراري اخويا كل مره كنمشي ندور هكا في الفيروجات نمد ديال الناس و واش غندير الناس كيعطوني من الزنقه كون واحد يعطيني ماكله هذه يعطيني هذه داكشي اللي كاين كنمشي خو الزنقه نطلب للناس يشوفوا لي كوش بنتي وداكشي مره نتعشى مره ما نتعشاش واش طلع في الفيروج يقدر يوكل لك خمسه ديال الدراري وانتي يعني. ما, ي... ما يقدرش شحال من واحد كان يدي كيقول يقول تعاون معايا خويا كيقولي سيري تخدمي ما عرفش أنا, أنا, عند انا عندي خمسه دوليدات عندي مربي فينا نحطهم بزاف عليهم مربية خمسه وعندي وليد كبير <applause> دخل دراسة. ما كيقرا ما والو ما كندخل المدرسه ما كان عندي لا وراق لا والو ما قديتيش تصايبي حتى شي واحد فيهم شي لا ما قديتش حيت علاش ما عنديش ما عرفت حتى واحد يوقف معايا نمشي الليلة كيقول لي سيري جيب هاد الورقه جيب هاد الورقه جيب الخلق جي جي من داركم جيبي هادي من داركم بس نقف نقفوا معايا ما مكي ما يمشي عند با انا كيقول لي با غتعيطي ليا صافي صافي بدل عليا المرا بدل عليا كلشي الدراري دابا شنو الذنب ديالهم هما غيكبروا ما غيقراو ما والو شنو غيديروا اخويا خويا الشيء كنطلب انا الشيء باش كنطلب الناس تعاونوا معايا باش نسايب الولاده الوراق ها الوراق وانا مريضه مريضه راني بزولتي دابا شحال من كنت كنخرج دابا دابا الناس كيجي يجيبو ياك كيقسم لنا في الزكا كناكلو كناكل ولا ولادي عمرك شفت شي جمعيه جو معاك على الوراق ديال الدراري ما مشيت قالو سميت الجلبات جيبي هادي ممكن نمشي ممكن خاصني نحمي حاجه هو خاصني الوراق اصلي انا يعني عندي الدري الكبير والجبه ديال كاين في الجمعيه ممكن مشيت لقيت تحولات هذيك الجمعيه ما بقاتش في الولفه أنا بنتي دابا مدخلاها مدرسة حد الدري صغير مدخلاها مدرسة ما يحبسوها ليا دري صغير عندنا سبع سنين راه مدخل مدرسة يجي واحد الوقت يحبسو عليه كيقولي ديما مود كيقولي الدري تسبي له وراقة باش تقرا في بغيت أخويا ولادي يقراو بغيتهم نتا هما من الوراق ديالهم شحال واحد كيعرف يعني في الزق كيقولي كي سيري شوفي راه ديالي وراك وراق لهم فين فين باهم شحال من واحد بسي ليهم حوايج ديري ليهم راه عريانين ما راضياش بهادشي ما بهادشي يعني. أخويا أنا والله ما سما كي يقول كيقول كي ذوق عليا كي لي لا حتى حاجه شتي حالتي كي دايره البارح انا ما واكله لا لا ولادي هو ما عنديش قلت لي عنديش يا مريضه مريضه خويا دارني بالزول تي ما عرفت نفوخ عليا عمليه خاص ندير لا مليون معنديش عنديش وتاب لي الدوايا انت شحال الدواء عندي انا باش نشري علي غالي عليا البارح عرفتي شحال دير 12000 وانا ما عنديش نشريهم كيفاش هاد المرا شنو باش مريضه شنو باقي ما اخويا يقول لي خاصك تديري الراديو ديري التحاليل وديك الشيء شحال من حاجه خارجين لي وانا ما عنديش باش مش نمشي نديرهم ما تكفيتي الشمع ولادك ما تكفيتي مع ولادي وما كنعش ما بزولت ما كنعش اللي كان كنغوز شحال دابا انت مريضه اجي اخويا شي شهر بحال هكا كان جي بزولتي خرجت ليا في هاد المرض هادو ولادي فيهم هذيك الحكه تاع هي خرجت لي في ولادي ولادي عامري كله ما حكه واش من الناس ما عرفتش نمشي ندوز الطبيب كتقولي خاصك تمشي للطبيب ديال الجلد وانا ما عنديش حتى حالتي كي دايره نتمنى نكون ما عندي دابا اليوم جابيا الناس شويه دسكسو في الطاجي باش كلت مولادي صغير وليدات الحفه انا عندي بنيه يلا خرب بنيه يلا خرب بقا صغيره هو اللي جاي دابا كلشي تزاد نهار خمسة شهر عشرة واحد ربع دابا 24 واحد 24 اه بحالكم ما كملهاش كيفاش دايره ساكنة في هذا البيت هذا بحال هكا مخموق مزموط مزموت اخويا مزموط كنناش بالليل ولادي ما كيدني حتى ولادي لا مكنسل مامات لا حال لا فراش مقاد دابا كوش كيقولي كي كيقول الناس ما داك الحك وداك الشيء سير بدا داك المات اللي كتعسي فيهم راه هذاك الشيء هو المرض هذاك الشيء فيه المرض انا ما عاديش نغطيهم من ناحيتهم باش نتغطى <تص> منو بيب... انا ما عنديش اه ما عنديش فيش نشريه وما من كنت كنت كن وخ... من كنت نفكر انا قلت اقسم بالله ما واكله هذا الليل كامل وانا كن كنجي الناس يجيبوا لي بحال قبيله دابا انا من فتره جابت لي السيده قبيله مسكينه شويه الخبيز وجات اتي ومراته واللي يوم شات ماشي دابا نقولوا كي يقدروا يعاونوك شويه وليدات الصغار كيفاش غيديروا انت عارفينك مريضه خاص يعاونو بنتي يعاونو وليدات المرض ديالك بزاف هادشي اه ولادي مرات تاهم ماشي بحالتم كي داير بكلشي مقيحين لهم رجليهم وهديك الحكه وهديك الحاله <applause> واخا شنو قال لك الطبيب على المرض ديالك زعما شنو خاص ديال بزولتي خاصني نمشي ندير على الراديو نمشي نشوف شنو هو ونمشي ناخذ هاديك البار وما عندي حتى باش نشريهم مش أم أخوة أخوة أنا و أم ما هو خويا ديك البارح داير 12 الف وانا هذيك سميتو هذيك الراديو ما باقي ما سولتش علي انا ما عنديش الرامي باش نمشي نوقف على راسي وديك الشيء شنو غادير دابا انا كنطلب من محسن اخويا تعاونوا معايا وشوفوا حالتها كي دايره اي شوفوا بالزوتي من الولاد ما المرض اللي فيه كنطلب منهم حتى حاجه يشوفوا حالتها بعدا شوفوا بالزوتي بعد شو كي مفوخه ليا مفوخه ليا ما كتخليش نعس بالليل انا فكرت بعدا كيقصرني شي واحد كيبقى في الزنقه وبنتي بلا اللي كتناسبها لي كوشه بلا والو مسكينه لا والبرد لي جي يقول لي سيري دخلي ولادك لبسي لهم حوايجهم عريان يا سيري دخلي فولادك بعدا حوايجهم ما, 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 ما كيعرفوش انا الله العال بيا انا ما غادي نتمنى ناكلهم كنا كتعني من ما يبقاش فيا الحال باش شري حتى الحوايج ما كان مولا كنمشي ندير في الفيروز مدي ديال عباد الله كاين يعطيك كاين هنا ويقولك سيري تخدمي وما على الحاله